السلام عليكم. اولا كنشكروا السلطات ديال مدينه صفرو لانهم ساندونا ودرنا هذه السويقه هنايا، عاونونا. مرحبا بكم، مرحبا باي واحد جا للسويقه، راه انتما كتشوفوا الدنيا منظمه وداك الشيء قاد مسيق وهادني، ومرحبا بكم في اي وقت اللي جا مرحبا به. جيت بن صفار، السويقه بن صفار القديمه، اي راه حنا اللي قلناها وانتما كتشوفوا كي دايره. مرحبا بكم ومرحبا بالناس ديال صفرو كاملين، اللي جا مرحبا به على الراس والعين. السويقه زوينه والله ينصر سيدنا والله يجعل البركه في هاد الناس المواطنين اللي داروا هاد الشيء وهاد المشويته. الا دارنا السويقه لوليداتنا ونظمها القايد مسكين وكان يجيب مع المساكن كلهم وخمعهم. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، وكلهم الناس مزيانين هنايا، راه كل شيء راه شيء موظف مزيان، كل شيء منظم مع العساس نظم هذا الشيء ومع القايد نظم هذا الشيء، وهما مقدمين كل شيء وكنشكروا كل شيء. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله يجعل سيد ربي كل شيء مع المسلمين جميع ويهدى علينا هذا المرض. السلام عليكم اسيدي، كنشكركم على هذا الشيء اللي درتيو لنا في هذه السويقه ديال بن صفار. كنشكروا سعادة القايد السي زكريا وكنشكروا الباشا حتى هو والعامل الله يرحم الوالدين على هذا الشيء اللي درتيه. المهم راه تهليتيو فينا وكنشكروا هذه السويقه هذه وكنقولوا للناس مرحبا بكم عندنا. هذه السويقه هذه راها منظمه والله يرحم الوالدين، مزيان والمليح كاين والرخا كاين، راه كما كتعرفوا السويقه ديال بن صفار راه هي السويقه ديال بن صفار، غير هي دابا راه منظمه الحمد لله، ما كاين لا تخسر الهضره لا والو، الناس راهم منظمين. هو العساس راه معانا والشطاب كاين معانا وهذا راه خود العساس راه بايع شاري هنايا، كلشي الحمد لله مزيان، غتجي مزيان وتمشي مزيان، كتجي ضحك وترجع ضحك. والله يرحم الوالدين اسيدي، وكنشكروا السلطات وكلشي معانا، والسي زكريا هو راه معانا الله يكثر خير، والله يرحم الوالدين. زهير حتى هو الله يرحم الوالدين حتى هو راه وقف معانا في هذه الشهاده، والله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين واحتراماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي، رحنا دخلنا التسويقه النموذجيه ديالنا، مرحبا باللي جا واللي ما جا. حنا كنتمناو لهاد الخير للناس الخير والبركه، ونطلبوا ربي سبحانه وتعالى يستر الامور للجميع ويفد علينا هذا الوباء، والله ينصر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك. ولكن يا اخواني خاصكم الانسان يكون دير شويه النظام وشويه الاحترام، الله يجازيكم بخير. حنا كنتواجدوا الان بالسويقه ديال بن صفار، السويقه الجديده ديالنا ديال النموذجيه، السويقه ديال بن صفار اللي عاد دخلنا ان شاء الله هذا النهار، عاد شنا ان شاء الله باذن الله عاد دخلنا، والامور الحمد لله راه غادي على احسن ما يرام، الامور راه مزيانه بخير، كل شيء مزيان. وكنشكروا السلطات وكنشكروا السي القايد والباشا وكنشكروا جميع الاخوان ديالنا اللي هنايا والحمد لله، اللهم لك الحمد. المهم كحسن
احسن من اللي كانت بشحال هذه، اللهم لك الحمد. المهم هكا احسن. كاينه ديال الصفرو كامل خصوصا الناس ديال بن صفار مرحبا بهم والف مرحبا. السوق واد يعني الثمن اثمنه جد مناسبه، الثمن راه مزيان يعني راه ما طلعش شي ثمن بزاف، الثمن اللي كان قديم هو اللي مازال دابا ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم والف مرحبا، كنشكروا جميع بجد الله. مدينه صفرو، وبالنسبه للبائعين راهم عجبهم الحال هنايا، وكنتمناو الناس ديال صفرو يجيو يتقداو في هذا السوق هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد النهار الأولاني عندنا في هاد السويقة ديال بن صفار جديدة اللي ولات نموذجية. شحال هادي كانت عشوائية، كنا كنبيعو فيها وما مستقرينش، ودابا اللهم لك الحمد حنا شدينا البلايص ديالنا، والفضل كامل كيرجع لسعادة القايد. وترى هاد المواطنين هادو اللي كيبيعو ويشريو هنايا تا هما اتحدوا بيناتهم وتعاونوا على شحال من حاجة نصيبوها باش تولي السويقة مزيانة. او حتى المواطن اللي غيجي يتقدى غادي يجي يتقدى فرحته، ما فيها لا صداع لا والو. وبزاف ديال الحوايج تبدلوا على كي كانت شحال هذه تبدلات بزاف، واللهم لك الحمد. كنشكروا سعاده القايد تا هو وقف معنا هذه الوقفه هذه، وكنشكروا خويا سهيل مول القناه تا هو مسكين هكا جا عندنا وعاودنا له الاجواء السويقه. ودابا اللهم لك الحمد تبدلات بزاف على كيما كانت شحال هذه، فرق كبير. شحال هذه كانت عشوائيه، دابا كالبرارك كل واحد بلاصتو مستقر. اللهم لك الحمد.